لذيذ وبلاش. بجربوه؟ شو رأيك بدل ما ناكل الغيوم ببلاش نحلق فوق ببلاش؟ حلو، فكرة جديدة لأول مرة، هدفها تحقيق حلم كثير ناس بالسفر حول العالم. تابعوا الفيديو للآخر لتعرفوا التفاصيل. شفت للسماء وانا صغير بحلم مطير، قالوا لي انت مجنون مستحيل دي اساطير، دورت على حل او على اي تفسير، والحلم دار ودني وانا نايم ياما كتير. كبرت وتحمست ويلا دغري عالمطار، شفت كل الناس والمباني كتير صغار، والسحاب كان طاير جنبي زي اكبر البحار. اخيرا على حلمي دانا رافع الستار، ودي كانت البداية، دي كانت اول مغامرة. في الشمال جبال ثلج والصحاري ام الطمرة، بحار سودة وحمرة وشمس بنورها دي امان. ما تخلي اي مكان زين حياتك بالالوان، في اجناس كتير وقعدتهم مختلفين، مش حسب شمال جنوب عالشمال وعاليمين. يلا اتحرك يا ابني ما تكون زي الميتين، لو علي انا احب الف العالم مرتين. يلا سافر يلا سافر السفر هو الحياة، يلا سافر يلا سافر السفر هو الهوى. يلا سافر يا صديقي العالم بينادي ليك، يلا جهز الشنط انا لسه مستنيك. يلا سافر يلا سافر السفر هو الحياة، يلا سافر يلا سافر السفر هو الهوى. يلا سافر يا صديقي العالم بينادي ليك، يلا جهز الشنط انا لسه مستنيك. سافرت وتغربت بس في حاجة خلل، في الشوارع كنت وحدي حتى خانقني الملل. الوحدة دي عذاب دي مشكلة وعلة، فجأة جاتني فكرة ايش ليش مسافر مع الشلة. عاوز تنسى الهموم تعالى انسى المصايب، يلا اللي في السبعة دي الدنيا لها عجايب. تشجع ما تكونش هايب احنا اصحاب زي القرايب، لو ما تعرفنيش نتعرف ونكون حبايب. افتح عيوننا على الحياة، في السماء نرسم نجوم، بين السحاب نطير في بحر احلامنا نعوم. البسمة على الوجوه وننسى كل اللي فات، ونروح اي مكان مش حتهم المسافات. ولاني بحب اصحابي هم جمهور الكبير، معايا الامر يسير بحب لكم كل خير. حوريك ازاي تطير ونروح لابعد مكان، انت ممكن تربح رحلة حتى تسافر بالمجان. يلا سافر يلا سافر السفر هو الحياة، يلا سافر يلا سافر السفر هو الهوى. يلا سافر يا صديقي العالم بينادي ليك، يلا جهز الشنط انا لسه مستنيك. يلا سافر يلا سافر السفر هو الحياة، يلا سافر يلا سافر السفر هو الهوى. يلا سافر يا صديقي العالم بينادي ليك، يلا جهز الشنط انا لسه مستنيك. جهز حقيبتك وسافر، فانت لست شجرة، انضم الى عائلتنا الكبيرة لنجوب اقطار الارض ونكون احلى الذكريات. ان تراكمت عليك هموم الدنيا السفر هو الحياة، ولجمهور العريض قد تفوز معي برحلة مجانية، لا تنسى ذلك. شو هي القيمة اللي انت ممكن تحصل عليها من مشاهدتك لفيديو عن السفر؟ فعليا في فايدة، انت ممكن تتعرف على ثقافات وافكار وعادات جديدة، او ممكن تكون الفيديو مصدر الهام لك، او على الاقل تستمتع بالمشاهدة. لكن هل عمرك جربت انك تكون جزء من هاي الرحلة؟ جزء من اللي انت بتشوفه؟ وضعة السفر المجاني هي فكرة هدفها نشر ثقافة السفر، وهدفها تحقيق حلم ناس كتير بالسفر ممكن مش قادرين يسافروا لأسباب مادية أو حتى عدم وجود رفيق في السفر. طيب إزاي تقدر تشارك؟ بكل بساطة زور موقعنا الإلكتروني وسجل اسمك وإيميلك، وانتظر الفرصة لتشارك معنا في رحلة مجانية كاملة، أو تربح معنا إقامة في فندق أو تذكرة سفر وغيرها الكثير. تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساش تعمل لايك، ولو مش مشترك يلا اشترك الآن. يعني ما بنفع نحكي عن السفر المجاني بدون ما يكون في رحلة مجانية. أكيد المرة هاي رحلة مجانية لشخصين إلى سفاري الصحراء، ديزرت سفاري. كيف تربح؟ شوف التفاصيل بصندوق الوصف تحت حتى تعرف كيف آلية الربح. كل التوفيق للجميع، لا تنسوا ما تعملون لايك وتشتركوا بالقناة، واكتبوا لنا بالتعليقات أي شيء بتحبوا نعمله، جوائز معينة مثلا أو أي شيء. شكرا، مع السلامة.
لذيذ وبلاش. حبوا تجربوه؟ شو رأيك بدل ما ناكل غيوم ببلاش نحلق فوقها ببلاش؟ حلو، فكرة جديدة لأول مرة، هدفها تحقيق حلم كثير ناس بالسفر حول العالم. تابعوا الفيديو للآخر لتعرف التفاصيل. شعري كله ماشي، مش حاسة تبغى. لا كملي مشان الله. يا ريت كملتي. والله شعري بوجهي مش مبين خلقت. مش مشكلة. نرجع خلص. مرة أخيرة، مرة أخيرة، وعد وعد وعد.